الفيديو المنتظر، وعدتكم الفيديو اللي فات ان احنا هنتكلم في الفيديو اللي جاي عن ازاي نوصل لشريك حياتنا بالمواصفات اللي احنا عايزينها بالملي وفي اقصر وقت. بصوا انا حكيته في فيديو قبل كده، بس يمكن عشان بس ده يعني جانا ناس جديده انا برحب بيهم طبعا، نوروني وشرفوني، فقلت يعني اتكلم فيه الموضوع ده تاني بايجاز كده في فيديو قصير عشان اللي حب يسمعه كذا مره يكرر. بص بقى، هتجيبوا ورقه وقلم، تمام؟ ورقه وقلم بقى هتكتبوا فيها ايه؟ الورقه دي هتكتب فيها المواصفات اللي انت عايزها في شريك حياتك او شريكه حياتك كلها، بس هنرتبها من الاهم ثم المهم. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي عايزاه مثلا يكون طويل، ابيضاني، حنين، عايزاه مثلا بيراعي ربنا، يخرجني، يفسحني، عنده عربية مثلا، عنده شقة ملك، الكلام ده، تمام؟ هتكتبوا كل المواصفات اللي انتوا عايزينها. طيب يا نهى، هنكتب كل المواصفات اللي احنا عايزينها وهنلاقيها؟ طب مفيش حد كامل حبيبتي ويا اللي بتسمعوني كلكم، مهما كتبت المواصفات اللي انت عايزها عمرك ما هتوصل للصورة الكاملة اللي هي انت بتقولي ايه. مفيش حد كامل، مهما كتبت الصفات كلها عمرك ما هتوصل اللي هي الصفات الكاملة اللي هي كمان لله واحد. فاهمين قصدي؟ تمام، اكتب كل اللي انت عايزه في الورقة دي، بس من الأهم ثم المهم، اللي هو مش هتقدر تستغنى عنه، وبعد كده اللي يقدر فيه بديل، بس في نفس الوقت البديل ده ما يأثرش على حياتك. طبعا بعد ما نكتب ده كله، انا عن نفسي كنت كاتبة 38 صفة، دول اللي كانوا في بالي وكانوا مهمين جدا بالنسبه لي، بس رتبتهم. تمام، هسيب لكم لينك الفيديو، فهيظهر لكم في الاي، هسيبه لكم في الديسكريبشن لو عايزين تتاكدوا من كلامي، وتشوفوا الكومنتس اللي جت عليه علشان برضو تعملوا الموضوع بثقه. طيب بعد ما نكتب الصفات اللي احنا عايزينها هنعمل ايه؟ لازم نبقى فاهمين حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ مش علشان خاطر بنت عمك خدت مين او ابن عمك خد مين او الكلام ده كله، والناس اللي خدوهم دول طلعوا وحشين، يبقى احنا هنبقى نفس النظام. او مش عشان انتي مثلا شايفه باباكي بيتعبكم مثلا، او شايفه حد تعبان في حياته في الجواز فكارهه الجواز، يبقى انتي اوريدي هتبقي زيه. لا خالص، نشيل الفكره دي من دماغنا خالص، تماما تماما. حياه جميله جدا جدا جدا، اكتبي اللي انتي عايزاه، انا بمنحكم فرصه، اختاروا في خيالكم واكتبوا الصفات اللي انتوا عايزينها كلها في الورقة من الأهم ثم المهم. قبل ما تنام بقى هنعمل ايه؟ هنتخيل كل الصفات دي كلها في صورة أفعال ورد فعل. بمعنى أنا شايفاه، أنا عايزاه مثلا طويل، هتخيل ان هو طويل. عايزاه مثلا معاه عربية، اوكي، هتخيل ان انا قاعدة جنبه في العربية رايحين مشوار او بنجيب حاجات للبيت كده. فاهمين؟ تخيلوا كل صفة في صورة فعل ورد فعل، تمام؟ لمدة 21 يوم متصلة، تمام؟ لمدة 21 يوم متصلة، يعني من 6 يوم في النص كرري ثاني، ابتدي ان هو ال 21. ضروري جدا 21 يوم، لان انت بتبرمجي العقل الباطن على كده، هيبتدي بقى يعني ما تقولولوش بقى كلام يعني تنمية بشرية بقى والحاجات دي، لا خالص مش قصدي كده، بس انتي فعلا بتبرمجي عقل الباطن على كده. مش احنا لما بنفكر في فكرة سواء كانت حلوة او وحشة، يعني الافكار بتيجي تلقائيا كده لدماغنا، ففكري كده، برمجي عقلك الباطن، بس لازم 21 يوم، دي اقل فترة ان خلاص بتثبتي الافكار دي في عقلك الباطن، فلازم 21 يوم مش اقل، لان دي اقصر فتره العقل الباطن بيتبرمج عليها. فخلاص انت ثبتي الصوره دي في خيالك، عقلك الباطن بقى يعني، او ربنا مسخر الكون للانسان لخدمه الانسان، فانت برمجتي عقلك الباطن او انت برمجت عقلك الباطن، هيبتدي هو بقى يدور يلاقي فين الشخص اللي بالصفات دي عشان يرضيك. وصدقوني والله العظيم، والله العظيم نفس الصفات اللي انا كتبتها لقيتها. وهسيب لكم لينك الفيديو، وارجعوا شوفوه وشوفوا الناس كانت كاتبه ايه.
الكلام ده مش من وحي خيالي، انا قلت قبل كده ان انا شفت فيديو الدكتور احمد عماره بيتكلم ان احنا ازاي نسعى للوصول لشريك الحياه، وفعلا طبقت التجربه، وفي خلال كان قد ايه؟ من 9 شهور لسنه بتوصلوا للنتيجه، تمام؟ وفعلا وصلت في المده دي، وفعلا حسيت احساس جميل جدا 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 اول ما شفت جوزي، ولقيته بالمواصفات اللي انا كنت كاتباها. والفيديو اللي انا بقول لكم عليه بتاعي انا يعني وريتكم الورقه اللي انا كنت كاتباها ومحتفظه بيها لغايه اللحظه بتاعتنا دي، حالا محتفظه بيها، ممنوع حد يجي عنها. عايزين جربوا جربوا، تجربه خير دليل، مش هتندموا ومش هتخسروا حاجه، فصدقوني جربوا بنفس حلوه واتكلوا على الله، تمام؟ وعيشوا حتى بخيالكم، عيشوا الأحلام في خيالكم، هتلاقوها واقع، مش في بس في الموضوع ده. عايزين توصلوا لأي حاجة عيشوها في خيالكم واتكلوا على الله فيها، وصدقوني خلي عنده عندكم يقين إن ربنا هيوصلكم للحاجة اللي انتوا عايزينها. ما تقولوش مستحيل، لأن دايما أول ما تيجي كلمة مستحيل في دماغكم حط دايما فكرة إن ربنا يعني خلق الدنيا دي وخلق الكون وعمل معجزات. مش قادر يعني يقول للحلم بتاعي يكون فيكون؟ سهلة جدا، بسيطة جدا، احنا اللي بنصعب الأمور على نفسنا. اسرح بخيالك، فكر بطريقة إيجابية، خلي عندك يقين بربنا، واشطح كده زي ما بيقولوا، اشطحوا جدا بخيالكم لأبعد الأحلام اللي انتوا متخيلين إن هي صعبة جدا. كل حاجة في الدنيا دي سهلة جدا، وخليك فاكر إن ربنا مسخر لك الكون للإنسان، ربنا مسخر الكون كله للإنسان، الكون بما فيه ما عدا الانسان. هو ممكن يبعت لك رزقك او النتيجه بتاعت احلامك عن طريق انسان كخدمه للظروف، لكن ربنا مسخر لك الكون كله لخدمتك. استغل الفرصه دي واستغل الاستغلال ده، واحمد ربنا وفكر بطريقه ايجابيه، واسرح بخيالك، وخلي عندك يقين ان ربنا هيوصلك للي انت عايزه. هسيب لكم لينك الفيديو بتاع اللي انا وريتكم فيه الورقه واتكلمت عن الصفات اللي انا كنت كاتباها في الورقه في صندوق الوصف، وهيظهر لكم في الاي، وشوفوه وجربوا ومش هتندموا. انا تاني مره بقول بتكلم في الموضوع ده للفيديو التاني في قناتي، بس صدقوني والله الموضوع يستاهل. طبعا مش عايزه افكركم، اللي لسه ما شافش قناتي يلحق يشترك فيها ويفعل زر الجرس، واللي لسه ما عملش لايك للفيديو يا ريت يوصل اكبر عدد من اللايكات عشان خاطر نخلي الناس كلها تفرح وتنبسط. أسيبكم في رعاية الله، وأشوفكم في فيديو جديد قريب، مع السلامة.